بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الزفلون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مدينة البريخة بمنطقة إشبيلية بإسبانيا، من المنطقة الأندلسية، يسعدني أن أتوجه لكم خاصة للأخوات والإخوان والأحبة والأصدقاء اللي افتقدوني تلك هذه الأيام الخمسة، واللي كثير منهم تألموا. ها أنا بابتسامتي المعهودة وبكل قواي والحمد لله رب العالمين، أتوجه لكم ولا قبل كل شيء باش نطمنكم قبل كل شيء، وهذا الفيديو المسجل سيبث على قناة صديقي وأخي أنور مالك، لأني مانيش قادر ندخل القناة ديالي بعد ما ضعوا مني كل الهواتف والحاسوب، يعني كل الإمكانيات تاعي ضاعت مني، يعني الوسائل تاعي. وبما أني كنت مأمن كل الحسابات الإلكترونية ديالي، سواء صندوق بريد إلكتروني أو قناة أو فيسبوك أو كل مواقع التواصل اللي أنا عندي حسابات فيها، كانت كلها مأمنة بطريقة يعني يصعب دخولها، وليت أنا مانيش قادر ندخلها. لازمني نعاود نجيب المفاتيح وكذا، وهذا راح يخدم لي وقت، لكن ما عليه، كاين خويا أنور مالك ونستغل القناة ديالو على كل حال. والعشية باش نمدو كل التفاصيل تاع هاد العملية اللي كانت تمت بصفقة بين جهاز المخابرات الجزائرية ومخابرات إرهابية طبعا، ومنظمة إرهابية دولية تنشط في إسبانيا، هكذا حتى تقدر باش تتجنب ما تخلي حتى أثار أنه نظام جزائري اللي هو كان دبر يعني اختطافي. ما عندي حتى عدو، ما كان حتى جهة مستعدة تدفع ثمن باهظ لمنظمة إرهابية باش تخطفني وتسلمني ليها، ما كان حتى جهة إلا النظام الجزائري، ما عنديش أعداء، والحمد لله أنا ربي ساترني وربي حافظني. وحتى تدخل جهاز الأمن الإسباني تم بإذن الله سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى سخر لي هذا الجهاز في مكان ولا واحد كان ينتظر يعني يجي، وما عمره ما مشاو للجهه هذيك. على كل حال عشان نبدو كل التفاصيل بإذن الله، شكري لكل الأخوات والإخوان اللي يعني ضمنوا معايا وعبروا عن مشاعر التضامن وتألموا كثير من اللي تألموا. كل هذا نتكلم عليه هذا المساء بإذن الله. هل هذه الفترة الأيام التي يعني اختفى فيها، هل كان بحوزة الشرطة أم كان بحوزة المختطفين أم ماذا بالضبط؟ كما قلت لك سيدي، إذا كان هناك إذا كانت هناك محاولة اختطاف بطبيعة الحال، وإذا تم إيقاف الأشخاص المعنيين فالشرطة، هذا شيء طبيعي، سوف يتم نقل الضحية إلى المستشفى وعرضه على الطب الشرعي، وإذا تم إلقاء القبض على الأشخاص المعنيين لتحصل من دونكوز
بطبيعه الحال سوف يتم الاستماع اليهم في اطار الحالات النظريه في اطار القانون الجنائي الاسباني، وسوف يتم اذا كانت هناك يعني جلسه او استنطاق او شيء من هذا القبيل بطبيعه الحال. فاذا كان شخص يعني عبود قد تعرض للتعذيب فسيكون بالمستشفى ويمكن للشرطه الاستماع اليه داخل المستشفى. هل تم ايقاف الذين حاولوا اختطافه استاذ دليل؟ هناك اخبار تقول ان هناك اربعه حسب الصحفي عبد الصمد قال ان هناك اربعه اشخاص ولم يدلي بالجنسيه. فانا انا انا اكيد انه بما انه تمكن من هذه الاخبار فهو يعرف من هم هؤلاء الاشخاص. فغدا ان شاء الله كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ان موعدهم الصبح اي في الصبح قريب. نعم. غدا ان شاء الله الصبح قريب، غدا ان شاء الله على الساعه 8 سوف نقول كل الاخبار الصحيحه المتعلقه بهذه المحاوله الاختطاف ومن هم الاشخاص الذين كانوا وراء هذه المحاوله وهل تم ايقاف الاشخاص الى غير ذلك. فانا مع كامل الاسف أنا اعلم انك انت صحفي وتريد الخبر، لكن انا كمحامي فانا ملزم باحترام سريه البحث وباحترام سريه التحقيق، فلا يمكن لي ان ابوح باي شخص حتى ولو كانت لدي معرفه فلن ابوح اليها بهذا لا واضح واضح. ونحن لا نريدك ان تتجاوز القانون استاذ يعني اكيد يعني، بس اسئله، هل يمكن ان عبد السمان يكون مصدره هي عائله هشام عبود؟ أنا أنفي هذا الخبر. كيف؟ نفي قاطع. يعني عائلة يعني عبد سمار الصحفي الجزائري لم يتلقى هذه المعطيات من عائلة هشام عبود. أقول هذا بكل صراحة، مستحيل أن تكون زوجة عبود أو أبناء عبود أو أصدقاء عبود قد اتصلوا بعبد سمار وقالوا له الأخبار، مستحيل. نعم، هناك محاولة هو للتواصل حتى من بعض الأطراف الأخرى بالعائلة، ولكن دائما العائلة ترفض الحديث في هذا الموضوع وكانت دائما رافضة لذلك. إذا ما هو أهم ما سيتم الإعلان عنه غدا في الندوة الصحفية أستاذ؟ عناوين هكذا سريعة. سريعة، أول شيء أتمنى أن يكون معنا هشام عبود وهو بصحة جيدة. ثاني شيء أن يكون هو الناطق الأساسي حول ما تعرض له من محاولة اختطاف، حول الأشخاص الذين حاولوا اغتيال ديالو وفي أي مدينة تم نقله من برشلونة إلى مدينة أخرى. فهناك أخبار كثيرة، مع كامل الأسف أنا ملزم باحترام السكري دو لانسبسيون دو لونكيت. فهشام عبود إن شاء الله أتمنى من القلب الخالص أن يكون غدا حاضرا معنا إن شاء الله كي يوضح كيف تمت هذه العملية وكيف تم تدخل رجال الأمن الإسبان وكيف تمكنوا من الحصول أو من إيقاف هذه الأشخاص وأين هي المسطرة إلى غير ذلك. فكل هذا متعلق بحضور هشام عبود غدا ان شاء الله مع عدد حضوره. استاذ دليل، سفر هشام عبود هل كان من فرنسا باتجاه اسبانيا ام من بروكسل باتجاه اسبانيا؟ وهل كان نعم كان من 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 مدينه غوبي الى لا غار دو ليل اوروب، من لا غار دو ليل اوروب عبر بلجيكا ثم بلجيكا اسبانيا. طيب هل كان وحيدا ولا كان معه في رفقه افراد اخرين؟ أنا كنت معه في آخر لحظة فكان وحيدا في فرنسا، كان وحيدا يعني ذهب باتجاه إسبانيا وحده. طيب لكن ربما أفهم من كلام حضرتك أستاذ دليل أنه المجموعة حاولت نقله من برشلونة إلى مدينة أخرى. نعم. ممكن نعرف هذه المدينة التي حاولوا نقله إليها ولماذا؟ غدا إن شاء الله غدا ان شاء الله سوف تعرفون المدينه التي تم غدا ان شاء الله سوف تعلمون اسم المدينه التي تم اختيار لها هشام عبود. طيب هل لديك انت كمحامي تفسير يعني لماذا حاولوا نقله ولماذا لم يتفاعلوا وتعاملوا معه في نفس المدينه التي اصطدموا فيها معه او عنفوه كما تقول بعض الروايات فيها؟ لماذا حاولوا نقله لمدينه اخرى برايك؟
هذا تحليل شخصي وليس حقيقه. نعم. انا كمحامي، فاذا كانت هناك محاوله اختطاف فهذه المحاوله يتم الاعداد اليها اسابيع واشهر، فربما هؤلاء الاشخاص قد علموا بقدوم هشام عبود وكان لهم موعد باسبانيا، فربما هؤلاء خططوا لمحاوله اقتياد هشام عبود الى دوله اخرى عن طريق البحر. واضح أستاذ دليل، لا أريد أن أطيل معك، كما أشرت أنت غدا ستكون هذه الندوة وربما يكون فيها تفاصيل أخرى. إذا إن شاء الله هشام عبود الأغلب أن يكون حاضر في هذه الندوة أستاذ. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون حاضرا وصحة جيدة. شكرا جزيلا لك أستاذ دليل مولاي صقلي المحامي أو محامي الصحفي هشام عبود، كنت معي من فرنسا، شكرا لك على هذه الإفادة.